كل شخص منا عنده صراعات طفولة فريدة من نوعها تخلق له أنماط من السلوك بداخله أثناء نموه أو حين نتقدم في العمر. ومن هذه السلوكيات المكتسبة أن هذا الطفل يظن بأن راح يكون بأفضل حال إذا نوجد خلف الأضواء، يعني أنا ما أبي أفكر وما أبي أشوف وما أبي أسمع. ليش؟ ظنا منهم أن هذه الأمور إذا سلطوا عليها الأضواء راح تضرهم أكثر من ما أن هي تساعدهم. أما هذول الأطفال اللي في الخانة الحمراء راح يحسون أنهم في أفضل حالاتهم متى؟ لمن يمسكون زمام المبادرة في كل شيء، يعني إحنا نكون مسؤولين للغاية عن نفسنا وعن أخواننا وخواتنا وعن إيراننا والأشياء اللي تحصل برا. ليش يا ترى؟ لأن بنظرهم آبائهم كانوا يا إما ضعيفين أو مشتتين. هذول الناس دائما تلقونهم اللي ما يطوفون أي تنزيلات تحصل في مكان، أي برودكت جديد، أي مسلسل جديد، أي فيلم جديد، لازم يكونون ملمين في كل شيء، لازم عندهم خبر عن كل شاردة وواردة، لأن ممكن هذه المعلومة تستفيدون منها بشكل جبار في حياتهم، أو ممكن إذا هم طافت عن بالهم هذه المعلومة خسرنا وايد أشياء. أما عاد هذه الفئة اللطيفة اللي يعتقدون أنهم كانوا يعيشون في حياة جميلة وهادئة ومليئة بالحب ومليئة بالرعاية ومليئة بكل شيء ممكن أي وحدة تحلم فيه، بس نسوا أن هناك كان في رسالة مخفية وراء هذه التربية وصلت لهم بقصد أو بغير قصد، أنهم ما راح يحصلون على المزيد من الحب إلا عن طريق الإيثار أو التضحية. لازم ينسون نفسهم ويحبون دائما يساعدون الغير، ما نساعد نفسنا. انتبهوا. فما هي الرسالة يا ترى اللي خذتيها من أهلك لما أنت كنتي صغيرة واللي على أساسها تشكلت شخصيتك؟ سو الجرح الأول اللي أنا بتكلم فيه اليوم هو جرح التضحية، بس مو بالخروف هالمرة، لا، التضحية بالنفس. فشلون نشأت عندهم هذه الجراح؟ مشاعرهم كانت متناقضة اتجاه والدينهم، واحد منهم أو الأثنين، يا أما أن كان عندهم نقص في الرعاية، مستغربين ليش أبائنا ما يرعوننا مثل باقي الناس، أو نقص في الإرشاد والتوجيه، ما يعلمونا شنو الصح شنو الغلط شنو المفروض أنه هو يصير، أو كانوا يستنبطون طرق غريبة ومو واحدة في التعامل معهم. فهذول الأطفال كبروا وهم مصدقين أنهم مكملين لآبائهم، وهذه القيمة طورت داخلهم شعور كبير ألا وهو الشعور بالأمان. شنو معنات هالكلام؟ حين أقول في رحلتهم للبحث عن القيمة في عيون الغير طوروا الآتي: واحد، إنكار الذات، إعطاء الغير أكبر من إعطائهم لنفسهم. اثنين، زينين بزيادة فوق الحد الطبيعي. ثلاثة، كبح وقمع الاحتياجات اللي هم يحسون فيها، وعلى فكرة هذه غير هذه، خلنا أقول لكم شو وقمع الاحتياج. يندرج تحت خانتين، الأولى كلش ما يطلبون المساعدة من أحد حتى لو هم محتاجينها. اثنين، ما يفرضون حقوقهم على الغير، وعلى فكرة الحقوق تؤخذ ولا تعطى. أما هي سبب إعطائهم للغير أكبر من إعطائهم لنفسهم، ليش يا ترى؟ لأن حبهم لذاتهم مشروط بكسب شعورهم بالقيمة من خلال الآخرين، هم ما يقدرون يوفرون هذا الشيء حق نفسهم. فشلون يحبون نفسهم؟ كثر ما أنا أنكر ذاتي وما أعتبر نفسي شيء وأفني نفسي تضحية حق الناس، الناس تحبني، الله، هني أنا أقدر أحب نفسي، غيره نو، الباب مقفول. أما هذه الفئة الناس الزينة، ليش يصيرون زينين يا ترى؟ يعني هل معقول في أحد طول حياته زين وما يتأثر؟ هم يبون أساسا يشعرون أن الناس تحتاجهم، يعني إحنا دائما بالخدمة أو أن في أحد يهتم فينا، فيدورون على القبول أيضا من الغير طول فترة حياتهم. شنو يسوون يا ترى؟ شغل البيت نيابة عن آبائهم. ولما أقول شغل البيت اللي يقومون فيه أقصد غسيل، طبخ، مشاوير، يعني هذه مو وظيفة الأبناء. اثنين،
نلقاهم دائما يرعون الآباء والأخوان. ثلاثة، تربية أخوانهم، أقصد في التربية يسبحونهم وأكلونهم وفرون أكلهم، يذهبون جناطهم، يدرسونهم، يراضونهم إذا زعلوا، غير الرعاية تختلف. طبعا هذا كله علشان أهما يحصلون على المشاعر الدافئة اللي ما حصلوا عليها، يعني يبون هذا القلب يمتلئ بالحب، يبون الاحتواء والحب والحنان والعاطفة اللي كانوا كل الأطفال اللي ربوا عند آباء وأمهات طبيعيين يحصلون عليه بدون ما يضحون بولا قطعة من شخصيتهم أو مشاعرهم. طيب شنو الحل؟ الحل يا محفوظين السلامة إنكم تتعلمون إنكم راح تكونون أسعد وأصح إذا تعلمتوا إنكم راح تنحبون لأنكم تنحبون، مو علشان شنو تسوون حق الغير. بس للأسف راح تكون هذه الرحلة شاقة عليكم شوية لأنكم تبرمجتوا من الصغر على الحصول على الحب من خلال الغير.